تتعامل ازاي بقى في الاجواء ديت، وبعدين بتتعامل ازاي في فكرة انه مصر يمكن فيها اتنين تلاتة كبار، انت واحد من اهم الناس اللي موجودة في موضوع وكالات اللعيبة. طيب هو بداية انا اشتغلت في الوكالة دي من 2004 بقى لي 14 سنة، وكان غالبا اللي فيها ما كانش في حد كتير فيها، كان الله يرحمه الكابتن جلال محمود كان فيها، وكان الكابتن منير حسن، والباقي كله يعني، ودول كانوا كبار فكان شغلهم ليه سكه معينه كده. فعملنا نظام، انا يعني اجزم ان انا عملت نظام مختلف شويه، كانت الفكره كلها انك ازاي تتولى امور اللاعب، مش فكره انك تنقل اللاعب. معظم الناس بتتكلم على فكره ان هاخد اللاعب اجيب له نادي، حتى تلاقي معظم الوكلاء لما يجوا يكلموا اللاعب بيقولوا له انا جايب لك النادي الفلاني فتعالى امضي لي. اذا هو خد جزء صغير من الايه؟ من اللاعب، من لا من الشغلانه. الشغلانه مش كده، الشغلانه كبيره جدا. اداره طبعا. طبعا لو هناخد نموذج محمد صلاح، هل الناس متخيله ان محمد صلاح بيكلم نفسه وفي وكيل بيجي؟ لا طبعا. في منظومه، او كريستيانو او ميسي، ده في منظومه تدير. بس مش كل الناس وصلت زي محمد صلاح، يعني في مصر هنا مفيش حد زي محمد صلاح. معلش خلينا اقول لك، حتى على مستوى مصر في لعيبه بتاخد في مصر 5 مليون و4 مليون، وفي شركات كبيره جدا ما بتكسبش الارقام دي. يبقى اذا لابد انك انت يبقى عندك من يدير هذا العمل ليك، سواء بقى في انتقالك من نادي لنادي، او تجديدك، او معاملاتك، او مستواك، او تطوير مستواك، دي قصه مختلفه. بالاضافه كمان لو احنا بنتكلم على اداره اعمال، اداره اعمال فانت كمان حدر له التعاملات الاعلانيه كمان ازاي، ظهور الاعلان يبقى عامل ازاي، الحاجات دي كل حاجه. كل حاجه المفروض ان انت تساعده بخبرتك، بالذات لو انت كنت مارست الكوره فهتقدر تفيده طبعا. في الكوره لو انت عندك خبره في الاداره بشكل ما، راجل مهندس خريج 95 فعندي تخيل يعني انا عندي شويه حاجات ممكن اديها للاعب، وهكذا. في ناس بقى مجتهده جدا في الوكاله، يعني ممكن اكون انا عندي بعض الامكانيات زي ان انا كنت لاعب كوره وراجل مهندس لا انا كل ما اسال فتره من الفترات، انا اسف للمقاطعه، كل ما اسال يقولوا لي لا ده تامر النحاس مع حفظ الالقاب موقع مع كل اللعيبه اللي في مصر، فالناس مش عارفه تشتغل. طيب انت شاري كل اللعيبه. كانت فتره في البدايه ما كانش في ناس، يعني ما كانش في ناس كتيره شغاله، اللي هي من 2004 يمكن ل 2010. ما كانش في عدد كبير من الوكلاء تقدم ده، كان معظم الناس اللي موجودين في مصر، ولكن مع الحمد لله ربنا كرم وتعامل، اصبحت دي مهنه زي ما بالظبط لاعب بيبطل كوره بيروح مدرب، او لاعب بيبطل كوره بيروح صحيح. اداري، فبقى في لاعب بيبطل كوره بيتجه الى هذا العمل، فاصبح في ناس. غير ان برضو زي اي حاجه في مصر، اي حاجه فيها مكسب واحنا بنكسب، فاي حد عايز يخش هذا المجال عشان يكسب، بغض النظر هو مؤهل او مش مؤهل. فحصل ان بقى كتر العدد، بقى في عدد كبير جدا بيشتغل في المهنه دي، سواء بالاليات بتاعتها الصح او لا، بس في عدد بيشتغل، وده مقبول. ده مقبول لان العدد الوكلاء مثلا في ايطاليا 500 وزياده، في انجلترا 600 وزياده، احنا في مصر هنا عدد الوكلاء ما جابش 30. اللي يعمل منهم فعليا ممكن ما يزيدش عن 10.